السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في قناه مصابين. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله على بركه الله كما كتشاهدوا غادي نشارك معكم هذا الرفيسه اللي كتجي صراحه زوينه بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تبقى معايا الطريقه. ان شاء الله راه طريقه سهله بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش الرفيسه او التريد. الطريقه التريد، التريد عنده جوج طرق كنديروهم، وهذه الطريقه الثانيه غادي نشاركها معكم، وطريقه سهله عمليه. انا هنا راني عجنت العجين ديالي وعاد صورت، كنعتذر. المهم هنايا راني قطعت العجين ديالي. بالنسبه للعجين راه كتكون غير درت فيه السميده ديال الحرشه، ودرت فيه شويه ديال الفرص وشويه ديال الفينو، ودلكتهم مزيان. خاصو ضروري يتطلق ويرتاح، وتقطعوه على هذا الشكل ديال الدوائر، تخليهم يرتاحوا مع الحرشه، مع سميده الحرشه كتكون شاده راسها. ولكن كيجي صراحه التريد ديالو زوين بزاف كما كتشاهدوا. انا بديت كنورق هنايا، الطريقه هي هذه، كديري وحده بوحده حتى كدي يعني واحد 20 حبه هكا، كتجيك صراحه سهله. فيسا كيوجد معاك الطريقه، فيسا كتوجد. كنقلب غير كتقلبوا داك التريد ديالكم، كترميوه العجينه ديالكم اللي ورقتو، وتقلبوها عاوتاني مرة أخرى كما كتشاهدو. هذه هي الطريقة، تبعو معايا إن شاء الله غادي تفهمو. غادي نكمل بهذه الطريقة هذه، وهانتوما معانا.
فاش كطيب هاد الثومة هادي كتجي مشحمة، كتجي زوينة بزاف. وبالنسبة للتريد كما كتشاهدوا غادي نديرو في الكسكاس حتى يفرم معايا مزيان، وغادي نقدم معاكم الطبق النهائي وهانتوما معانا. هنايا كنقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو هذا اللي شاركت معكم، كنتمنى يا ربي ما تنساوش اختكم من اللايكات والتشجيعات ديالكم اللي دائما كتشجعونا وكتخليوهم لينا في التعاليق الزوينه. وكنقول لكم تبارك الله عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.